أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل أن أصلي الجمعة في الجامع القريب من بيتي ماشيا، أو في جامع بعيد لا بد فيه من ركوب السيارة لأنه تقام فيه صلاة الجنازة؟ أنت بالخيار، إن شئت صل بالمسجد القريب منك أو المسجد الآخر الذي فيه مرجح وهو صلاة الجنازة، أو أن إمامه يؤثر في خطبته ويفيد الحاضرين أكثر من غيره. إذا كان ذهابك للمسجد البعيد لأجل مرجح شرعي فلا بأس بذلك. نعم.